تماما الشروط ديت، لكن ما يعني مش عايز اخش في تفاصيل تانية، لكن ما اضحكش عليك واقول لك انا معاك وبعدين بعديها بيومين الاقيك مع حته تانية. يعني دي ده جزئيه. لا لا، حكايه الضحك دي حاجه، دي يعني خارج. لا لا، ده غير دي. انا بحترم يعني بحترم رايك جدا على المستوى الاحترافي، احنا شفنا صوره احترافيه بشكل كبير جدا، لكن تاني برضو علشان الناس ما تربطش، لا احنا من يحترم النادي الاهلي الاهلي بيحترمه طبعا. واحمد فتحي ادى الكثير في فروقات كتيره جدا. احمد فتحي 14 15 سنه موجود او 11 سنه موجود في النادي الاهلي، 13 سنة بيبذل مجهود غير طبيعي، روح واداء. ده برضه الفرق يمكن، فهو الناس برضه عشان لا ما هو الفرق اللي تقصده يا كابتن هاني، يعني ده قعد على طاوله المفاوضات مع النادي الاهلي واتكلموا واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا طبعا انا مش هقدر اكمل، انا مكمل معاكم لغايه الموسم، مش هقدر اكمل مكمل لغايه الموسم، لكن ان انا اقعد واديك وعد واتفق معاك على كل حاجه وانا اروح اخلص لك كل حاجه واظبط لك كل الامور وبعد كده ابيع كل حاجه من تحت الترابيزه، ده يعني امر مختلف. انا حبيت اوضح بس النقطه دي لان لا طبعا الناس تقول لك اشمعنى، يعني انا بتكلم فيه فروقات كبيره جدا طبعا، ده اكيد. لا لا طبعا، وده اللي انا بقصده يعني، او انا والاستاذ اوسي بنقصده من حته انه الاحتراف احتراف. لو انت محترف هتبقى محترم في تعاملاتك مع ناديك، ما هو دي، ما هو الاحتراف طبعا هو التزام واحترام للمواثيق والعقود، لكن ما تودينيش في سكة وتروح انت في سكة تانية. ده حقيقي. ويمكن ده اللي خلى يعني انا عجبني قوي احمد فتحي وعبد الله السعيد ان هما ما تكلموش، يعني خلي بالك دول ما تكلموش، يعني انت عارف موقفك. أيوة طبيعي. انت عارف عايز ايه، تعمل ايه، وخطوتك القادمة ايه، لكن بالبلدي ما تلعبش عليا جيم. وده احترم النادي الاهلي، واحنا كلنا يعني وجماهير النادي الاهلي احترمت اخر لحظه يعني. والنادي الاهلي اداله شرط الكابتنه من اول دقيقه لاخر دقيقه، فده شيء يحترم لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره. اللقطه الثانيه برضه عايز اناقشكم فيها، اللي لفتت برضه الانظار صوره طبعا الزوجه الكريمه لمؤمن زكريا وتواجدها، والصوره قد ايه كانت معبره عن